متابعة لسير العملية التربوية، وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي يجتمع بالمديرين الجهويين والفاعلين في قطاع التهذيب. وفد من المملكة الإسبانية يؤدي زيارة لبلادنا ويعقد سلسلة اجتماعات مع عدد من أعضاء الحكومة. الوطنية المستقلة للانتخابات تنظم دورة تكوينية لصالح هياتها المشرفة على التحضير للانتخابات المقبلة. مساءكم سعيد، أهلا بكم إلى مسائية الموريتانية. مرحبا بتا. أهلا أحمد، ومرحبا بمشاهدينا الكرام. ندعوكم الآن لمتابعة موجز الأخبار في بداية هذه المسائية. شكرا أحمد وبتا، ومرحبا بأسماء عثمان التي ترافقنا بلغة الإشارة. أهلا بكم. أجرى وزير الدفاع الوطني السيد حنان والسيدي اليوم في مكتبه بمقر الوزارة في نواكشوط مباحثات مع سعادة السيد فيورنيك بيتي سفيرة مملكة بلجيكا المعتمدة لدى بلادنا والمقيمة في الرباط بالمملكة المغربية، رفقة سعادة السيد بارت دي غروف السفير المبعوث الخاص البلجيكي للساحل. وتناول اللقاء علاقات التعاون القائم بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها. ترأس وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي السيد إبراهيم فال بن محمد الأمين صباح اليوم اجتماعا بالمديرين الجهويين والفاعلين في قطاع التهذيب على المستوى المركزي. يأتي الاجتماع ضمن يوم تشاوري تنظمه الوزارة لصالح الإدارات الجهوية للاطلاع على وضعية العملية التربوية في الولايات الداخلية. وقد أكد الوزير في كلمته أن اللقاء التشاوري يهدف إلى الاطلاع عن كثب والمتابعة الدقيقة لسير العملية التربوية في مختلف ولايات الوطن، سبيلا لإنجاح وإرساء المدرسة الجمهورية والرفع بالمنظومة التربوية لبلادنا. في إطار التوشيحات المخلدة للذكرى 62 لعيد الاستقلال الوطني، وشح وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي السيد إبراهيم فال والمحمد الأمين صباح اليوم باسم رئيس الجمهورية بعض العاملين والفاعلين في قطاع التهذيب. ووشح الوزير بوسام فارس في نظام الاستحقاق الوطني كلا من السيدة فاطمة بنت الشيخ صنبة علي مكلفة بمهمة بالوزارة، والسيد سيدي محمد والمحمد جلفون مدير جهوي للتهذيب الوطني. كما وشح الوزير بوسام امتنان السيد الحسن محمد محمود أستاذا للفيزياء والكيمياء، وبميدالية شرف من الدرجة الثانية السيدة ملكة بنت محمد ناس معلمة، وبميدالية شرف من الدرجة الثالثة كلا من السيدين بشير ممدوقي معلم والشيخ سيد أحمد عامل نظافة بالوزارة. جرت وقائع التوشيح بحضور الأمين العام لوزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي السيد أحمد الخطيرة وبعض أطر القطاع. عقد وفد من المملكة الإسبانية يزور بلادنا حاليا سلسلة لقاءات مع عدد من أعضاء الحكومة، وشملت اللقاءات وزراء الصيد والاقتصاد البحري والزراعة والتنمية الحيوانية. وتناولت اللقاءات آفاق التعاون والاستثمار بين بلادنا والمملكة الإسبانية، خاصة بين حكومتي إقليم مورسيا وجزر الكناري. كما عقد الوفد الإسباني جلسة عمل بوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية برئاسة الأمين العام للوزارة السيد يعقوب أحمد عائشة. تدخل الجلسة في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد الإسباني لموريتانيا حاليا من أجل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين. اجتمعت لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية اليوم لدراسة مشروع القانون المتعلق باتفاق المقر الموقع بين بلادنا والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ 28 من مايو 2019 في نواكشوط. وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج السيد محمد سالم والمرزوق. بيّن فيه أهداف مشروع القانون مذكرا أن تنفيذ هذه الاتفاقية سيمكن من تطوير علاقات التعاون المتميزة التي تربط موريتانيا والمنظمة الدولية للهجرة.
كما عقدت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية اليوم اجتماعا برئاسة النائب المرابط والطالب الأمين رئيس اللجنة لدراسة 6 مشاريع قوانين نظامية تنفيذا للاتفاق السياسي الموقع بين الحكومة والأحزاب السياسية في سبتمبر 2022 القاضي بتنظيم انتخابات تشريعية وجهوية وبلدية بطريقة توافقية. وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير الداخلية واللامركزية سيد محمد أحمد والمحمد الأمين، بين فيه أهداف مشاريع القوانين المذكورة مبرزا أنها تأتي تنفيذا للاتفاق السياسي الموقع بين الحكومة والأحزاب السياسية بتاريخ 26 سبتمبر 2022. نظمت اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية صباح اليوم في مدينة ألاج يوما مفتوحا لنقاش تقريرها السنوي مع الهيئات والمنظمات الفاعلة في المجتمع المدني. ويبرز التقرير دور الشفافية في مجال تطوير وتنظيم قطاع النشاط الاستخراجي في المناطق الصناعية ببلادنا. وأكد والي البراكنة المساعد السيد محمد عبد الفتاح والأحمد أن التقرير تميز بتقديمه بشكل مفصل للمعطيات والأرقام الخاصة بالقطاع الاستخراجي بعد التدقيق والمقارنة بينها من مصادرها مختلفة. بدوره أوضح رئيس اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية السيد محمد الأمين والأحمد أن الحكومة الحالية قررت التعفف عن صرف أي مبلغ من صندوق العائدات المعدنية، وذلك من أجل الأجيال القادمة. وهنا بنواكشوط نظم قطاع العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة يوما تفكيريا حول قناة الأسرة التابعة للوزراء. يهدف اللقاء إلى وضع إطار مرجعي لقناة الأسرة بهدف تحقيق الأهداف المرسومة لها. وأوضح الأمين العام للوزارة السيد عادي سيلي سوماري أن قناة الأسرة التي ستنطلق قريبا من المنتظر أن تلعب دورا رئيسا ومؤثرا في توجيه وتنوير المجتمع ومحاربة المسلكيات المتخلفة التي تعيق التنمية والرقي الاجتماعي وطمس الصور النمطية التي ظلت تسيطر على العقليات. انطلقت صباح اليوم بنواكشوط أعمال الدورة التدريبية المنظمة من قبل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لصالح هيئاتها المشرفة على التحضير للانتخابات المقبلة. تهدف الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعارف الأساسية من خلال محاضرات حول ضبط وتسيير الانتخابات. وأكد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات السيد الداه العبد الجليل أن اللجان الجديدة للهيئة المستقلة اختارت بدء عملها وفق منهجية تجمع ما بين عمل اللجنة السابقة مع إضافة خطة عمل جديدة تضمن تجديد اللجان وتقسيم الأدوار وتحديد المسؤوليات، مبرزا أهمية تأسيس علاقة متينة مع الإدارة المحلية باعتبارها ممثلة للدولة بصفتها راعية للجميع وتشكل عونا لوجستيا للهيئة المستقلة في سبيل القيام بمهامها وليست وصية عليها. نهاية الموجز، نودع أسماء علي التي رافقتنا بلغة الإشارة، وعودة إلى الزملاء لاستكمال بقية فقرات المسائية. شكرا زينب، وشكرا لأسماء التي نقلت الموجز بلغة الإشارة. مشاهدينا بعد قليل نبدأ تفاصيل المسائية. أهلا بكم مشاهدنا الكرام. أجرى وزير الدفاع الوطني سيد حنان والسيدي اليوم في مكتبه بمقر الوزارة في نواكشوط مباحثات مع سعادة السيدة فيورنيك باتي سفيرة مملكة بلجيكا المعتمدة لدى بلادنا والمقيمة في الرباط بالمملكة المغربية، رفقة سعادة السيد باردي غروف السفير المبعوث الخاص البلجيكي للساحل. وتناول اللقاء علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها. ترأس وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي صباح اليوم اجتماعا بالمديرين الجهويين والفاعلين في قطاع التهذيب على المستوى المركزي. يأتي هذا الاجتماع ضمن يوم تشاوري تنظمه الوزارة لصالح الإدارات الجهوية للاطلاع على وضعية العملية التربوية في الولايات الداخلية. عرض ومناقشة الرهانات والتحديات في مواكبة المدرسة الجمهورية،
والهدف الأساسي من هذا الاجتماع الذي ترأسه وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي خلال اليوم المفتوح مع المديرين الجهويين للتهذيب الوطني، حيث شكل الاجتماع سانحة للتشاور وعرض ما تميز به افتتاح العام الدراسي من قرارات لتكريس دعائم المدرسة الجمهورية وما تحقق من نجاح في هذا الصدد. هذا اللقاء اللي منظمين اليوم على مستوى الوزارة اللي حاضرين والمديرين الجهويين والطاقم على المستوى المركزي، الهدف منه هو الوقوف على حصيلة فصل من العمل بعد افتتاح السنة الدراسية الحالية، واللي كان أهم ما يميزه هو انطلاقة المدرسة الجمهورية. فرصة للاطلاع والتشاور معاكم حول ظروف الافتتاح ونجاحات اللي تحققت في هذا المجال، فرصة للاطلاع وتعزيز التشاور بين المستوى المركزي والمستوى الجهوي، على اعتبار أننا نعتبر أن المديرين الجهويين هم رسل الإصلاح في الميدان، وهم اللي يقع عليهم عاتق العملية التربوية مواكبة وتقييما وتقويما، وهم اللي على أساسهم يقدوا مكنوا المستوى المركزي من يعود على الاطلاع بشكل دائم على مختلف حيثيات العملية التربوية ميدانيا، إياه كنا نقدوا نقبلوا بشكل مبكر الإجراءات اللي قد تمكن من معالجة بعض النواقص اللي نلاحظه. الاجتماع تخللته مداخلات استعرضت النواقص والعقبات التي تحول دون تحقيق النتائج المنشودة في مجالات إصلاح المنظومة التربوية خاصة على المستوى الجهوي. في إطار التوشيحات المخلدة للذكرى 62 لعيد الاستقلال الوطني، وشح وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي السيد إبراهيم فالو المحمد لمين صباح اليوم باسم رئيس الجمهورية بعض العاملين والفاعلين في قطاع التهذيب. ووشح الوزير بوسام فارس في نظام الاستحقاق الوطني كل من السيدة فاطمة بنت الشيخ صنبا عليا مكلفة بمهمة برئاسة الجمهورية، والسيد سيدي محمد والمحمد جلفون مدير جهوي للتهذيب الوطني. كما وشح الوزير بوسام الامتنان السيد الحسن محمد محمود أستاذا للفيزياء والكيمياء، وبميدالية شرف من الدرجة الثانية سيدة ملكة بنت محمد الناس معلمة، وبميدالية شرف من الدرجة الثالثة كل من السيدين بشير مامادو جي معلم والشيخ سيد أحمد عامل نظافة بالوزارة. جرت وقائع التوشيح بحضور الأمين العام لوزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي السيد أحمد والاختراء وبعض أطر القطاع. عقد وفد من المملكة الإسبانية يزور بلادنا حاليا سلسلة لقاءات مع عدد من أعضاء الحكومة، وشملت هذه اللقاءات وزراء الصيد والاقتصاد البحري والزراعة والتنمية الحيوانية، إضافة إلى اجتماع مع بعض المسؤولين بقطاع الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية. تطوير التعاون في المجال الزراعي من خلال نقل التكنولوجيا والخبرة بالمجالات ذات الصلة، وإقامة الشراكة بين القطاع الزراعي الوطني والمؤسسات الوطنية الناشطة في المجال هدف أبرز لزيارة وزيرة التشغيل والتعليم العالي والمؤسسات الناطقة باسم منطقة مرسية الإسبانية. وشملت نشاطات اليوم الأول لزيارة الوزيرة لقاء مع وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد محمد العابدين والمعييف، ووزير الزراعة يحيى محمد الوقف، ووزير الثروة الحيوانية محمد عبد الله والعثمان. جرت اللقاءات بحضور سفيرنا في مدريد بروفيسور كان بوبكر والمدير العام لوكالة ترقية الاستثمارات أيسا تلام، وممثل المنظمات المهتمة بالقطاع الزراعي والظرف المختصة بالمجال الزراعي بمنطقة مرسية. وكان الجانبان الموريتاني والإسباني قد عقد اجتماعا بمباني وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية لبحث أوجه التعاون بين الطرفين. وخلال الاجتماع ألقى الأمين العام للوزارة كلمة ذمن فيها مستوى العلاقات بين بلادنا والمملكة الإسبانية. يسعدني أن أعبر لكم باسمي معالي وزير الاقتصاد والتنمية السيد عثمان مودوكان بكامل سروري وسعادتي بشرفه اليوم
على انطلاق هذه المشاورات التي تعد تتويجا للزيارة التي قام بها فخامة الرئيس السيد محمد الشيخ قزواني لولاية مرسيا في شهر مارس الماضي. إنه من دواعي السرور أن يتواجد هذا الكم اليوم من مدراء وممثلي الشركات الإسبانية المتخصصة في هذه المجالات، والتي أرجو أن تكون بداية لتتويج هذا التعاون بصفة تكون إن شاء الله لها الأثار الإيجابية على ولايتكم وبلادنا إن شاء الله تعالى. وأود أن أرحب بكم بهذه المناسبة، وأن أتمنى لكم مقاما سعيدا في بلادنا، وإن شاء الله تعالى تكون هذه الزيارة بداية للنجاح في جميع المسارات وفي هذه المجالات، من بين مجالات أخرى يمكن تطوير التعاون فيها بين بلادنا وولاية مرسيا. وبدورها بيّنت السيدة فال ميغيليز أن الزيارة ستمكن من معرفة المقدرات وفرص الاستثمار في موريتانيا، مستعرضة أهم إنجازات إقليم مرسية في عديد المجالات خاصة المجال الزراعي ومدى تطورها الاقتصادي. وأشارت السيدة ميغيليز إلى أن موريتانيا والمملكة الإسبانية تربطهما علاقات متميزة في عديد المجالات. اجتمعت لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية اليوم لدراسة مشروع القانون المتعلق باتفاق المقر الموقع بين بلادنا والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ 28 مايو 2019 في نواكشوط. وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير شؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج السيد محمد سالم المرزوق، بين فيه أهداف مشروع القانون، منكرا أن تنفيذ هذه الاتفاقية سيمكن من تطوير علاقات التعاون المتميزة التي تربط موريتانيا والمنظمة الدولية للهجرة. كما عقدت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية اليوم اجتماعا برئاسة النائب المرابط والطالب الأمين رئيس اللجنة لدراسة 6 مشاريع قوانين نظامية تنفيذا للاتفاق السياسي الموقع بين الحكومة والأحزاب السياسية في سبتمبر 2022. القاضي بتنظيم انتخابات تشريعية وجهوية وبلدية بطريقة توافقية. وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد أحمد والمحمد لمين، بيّن فيه أهداف مشاريع القوانين المذكورة، مبرزا أنها تأتي تنفيذا للاتفاق السياسي الموقع بين الحكومة والأحزاب السياسية بتاريخ 26 سبتمبر 2022. نظمت اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية صباح اليوم في مدينة يلاق يوما مفتوحا لنقاش تقريرها السنوي. ويبرز التقرير دور الشفافية في مجال تطوير وتنظيم قطاع النشاط الاستخراجي في المناطق الصناعية ببلادنا. اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية تعرض مضامين تقريرها السنوي في مدينة ألاق. تقرير المبادرة لسنتي 2020-2021 تم نقاشه اليوم وتدارسه مع السلطات الإدارية في لقاء مفتوح ضم العديد من هيئات ومنظمات المجتمع المدني في ولايتي البراكنة والترارزة. يتضمن هذا التقرير ملخصا حول الإيرادات الحكومية المعتبرة من الصناعات الاستخراجية ومدى تنفيذ الالتزامات الأساسية لمعايير المبادرة. عن هذه المبادرة، عن هي ذراع فني واستشاري عند الحكومة الموريتانية من خلالها تنفذ بها التزاماتها في مجال الشفافية في الصناعات الاستخراجية. عنها مبادرة نشأت عالميا 2002 ودخلتها موريتانيا في وقت مبكر، طلبت الدخول 2005 وعاد في 2007، ومن ذيك الساعة هي متطابقة مع التزاماتها. هذه اللجنة تعد تقرير عن وضعية الصناعات الاستخراجية في البلد، عن اللي يحصل منها في الخزينة وفي الجمارك وفي الضرائب في كافة المجالات، تعدل به تقرير وتطلع له قادة الرأي اللي هم العمد والمجتمع المدني والناس كاملة المهتمة بالشأن العام. في الإطار جينا هون اليوم نتقاسموا معاكم مضمون تقرير 2020-2021
يغطي هذا التقرير سنتين من نشاط القطاع الاستخراجي، كما تعكس محاوره مدى تنفيذ التزامات اللجنة في إطار الشفافية من أجل إطلاع المواطنين على عائدات قطاع الصناعات الاستخراجية ومعرفة طرق استهلاكها في بلادنا. يشرفني أن أحضر معكم اليوم حفل انطلاق تقديم تقرير اللجنة الوطنية للشفافية في الصناعات الاستخراجية الذي يغطي سنتي 2020 و2021. تقرير يقدم بشكل مفصل المعطيات والأرقام الخاصة بالقطاع الاستخراجي بعد التدقيق والمقارنة بينهما من مصادرها المختلفة، واعتمادا على مستودع البيانات التي استحدثته اللجنة من أجل تجميع البيانات من مصادرها المختلفة ومقارنتها وتحليلها تجسيدا لتوجه موريتانيا الرائد في اعتماد التصريح التلقائي بالبيانات. وقد تابع الحضور خلال هذا اللقاء عروضا مفصلة حول تقرير اللجنة، كما تم استعراض مجموعة من التوصيات الواردة في التقارير السابقة وتسجيل كافة الملاحظات التي تقدم بها المشاركون حول وضعية الصناعات الاستخراجية ودور الشفافية وتطبيق معاييرها في هذا المجال. عبد الودود السدنة، الموريتانية، مدينة ألاك. وهنا بنواكشوط نظم قطاع العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة يوما تفكيريا حول قناة الأسرة التابعة للوزارة. يهدف اللقاء إلى وضع إطار مرجعي لقناة الأسرة بهدف تحقيق الأهداف المرسومة لها. وأوضح الأمين العام للوزارة السيد علي سيلي سوماري أن قناة الأسرة التي ستنطلق قريبا من المنتظر أن تلعب دورا رئيسيا ومؤثرا في توجيه وتنوير المجتمع ومحاربة المسلكيات المتخلفة التي تعيق التنمية والرقية الاجتماعية وطمس الصورة النمطية التي ظلت تسيطر على العقليات. انطلقت صباح اليوم بنواكشوط أعمال دورة تدريبية المنظمة من قبل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لصالح هيئاتها المشرفة على التحضير للانتخابات المقبلة. تهدف الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعارف الأساسية من خلال محاضرات حول ضبط وتسيير الانتخابات. من أجل التحضير الجيد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة في البلاد، شرعت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في تنظيم دورة تكوينية بمقرها في العاصمة نواكشوط لصالح رؤساء وأعضاء الفروع الجهوية والمحلية. أنا سعيد اليوم أن أحضر انطلاق انتشار اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في الداخل. الانتشار اللي هو بداية العمل الميداني للعملية الانتخابية. احنا متأخرين شوية للبرنامج بسبب المنهجية اللي اتخذنا لاختيار الطواقم، أعطت بعض الوقت ما كان منتظر. لا أود أن أستبق محتوى المحاضرات والنقاشات اللي عدل معكم الخبراء، ولكن أشير إلى بعض من النقاط اللي أرى أنها مهمة جدا. أول نقطة، أوصيكم على العلاقة مع الإدارة المحلية. إحنا لسنا مستقلة يا غير ما مستغنين عن الدولة. الدولة هي الراعية للجميع وهي العون للجميع، بدون الإدارة المحلية والجهوية ما أنكم لا تقدروا تقوموا بمهامكم. يا غير الإدارة الجهوية والمحلية، كما الحكومة هون في نواكشوط ما هم أوصياء على اللجنة، هم عون واحتياط لها، تحتاج لهم في الأمن وتحتاج لهم في اختيار الطواقم البشرية اللي من الموظفين اللي تحت إمرة الدولة يعاونوها في المكاتب الانتخابات ورده، وتعاونكم في المعرفة في البلدة الواعدين، وتعاونكم في تأطير المجتمع اللي لا تشتغلوا فيه به للإدارة هي اللي تسيروا
وهي اللي يسمع لها. هذه أول نقطة. النقطة الثانية العلاقة مع الطبقة السياسية والأحزاب. الأحزاب شركاء لكم، يا غير الأحزاب استعانوا بهم وتعاونوا معهم، ولا تسمعوا لهم فيما يمكن أن يكون مصلحة خاصة لهم. هم أنتم حكماء، والحكم ما يميل على زر عن زر، ولا يعود عنده خاصية مع حد أكثر من حد. عودوا عادلين بين الأحزاب ومنصفين معاهم ومصنتين لهم ومتعاونين معاهم. المشاركون في هذه الدورة سيتابعون على مدى 3 أيام عدة عروض، من بينها الإطار القانوني للانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية، مع التركيز على المعطيات المتعلقة بالضوابط القانونية والتقنية الكفيلة بالوقوف في وجه مختلف التحديات التنظيمية المرتبطة بأداء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لمهمتها الأساسية المتمثلة في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. نظمت منسقية ماستر في علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ندوة حول مناهج وأدوات البحث العلمي السوسيولوجي. وتعد هذه الندوة بداية لسلسلة أنشطة علمية تقوم بها كلية الآداب في مسعى منها لنشر ثقافة البحث العلمي بين الطلاب. في إطار الاهتمام العالمي المتزايد بمناهج وأدوات البحث العلمي في مجال العلوم الإنسانية، تنطلق هذه الندوات مرتكزة على البحث السوسيولوجي الذي يتبين القوانين التي تحكم الظواهر ومسببات حدوثها وعلاقة ذلك بنتائجها النهائية. الاهتمام بمناهج البحث العلمي بحسب القائمين على هذه الندوات يأتي من خلال دورها الكبير في إرساء قواعد وثقافة البحث العلمي وبلورة موضوعه ووضوح رؤيته. ها نحن معكم اليوم لنفتتح سويا ندوة علمية حول مناهج وأدوات البحث السوسيولوجي، لتكون بداية سلسلة أنشطة علمية تنوي الكلية القيام بها ليكون فضل السباق لمنسقية ماستر علم الاجتماع. الندوة تخللتها محاضرات ونقاشات حول أهمية استخدام المناهج العلمية وأدوات البحث للرفع من القدرات النظرية للطلاب وتعزيز مهاراتهم الميدانية، لكي يتسنى لهم العمل على أبحاثهم بطرق علمية رصينة تساعدهم في الوصول إلى نتائج ملموسة في مجالات تخصصهم. المحاضرات شملت مناهج البحث السوسيولوجي ومناهج الكم والكيف وأدوات ووسائل جمع البيانات، إضافة للمنهج التاريخي. أدى والي شيري صباح اليوم زيارة ميدانية للمدرسة رقم 7 بمدينة جوجت. تهدف هذه الزيارة إلى الاطلاع ميدانيا على البنية التحتية للمدارس والوقوف على سير الدروس. بالمدرسة رقم 7 بأكجوجت حضر والي شيري والسلطات الإدارية والأمنية والمنتخبون بأكجوجت رفع العلم على ألحان النشيد الوطني. وبعد رفع العلم ودخول التلاميذ إلى قاعة الدراسة، قام الوالي والوفد المرافق له بزيارة للأقسام. تدخل هذه الزيارة في إطار تقريب الإدارة من المواطن والسهر على تطبيق برنامج الإصلاح التعليمي للمدرسة الجمهورية. اليوم قمنا بزيارة ميدانية لعدة مدارس ابتدائية هنا في مدينة أكجوجت، وأيضا الحضور في رفع العلم من أجل الاطلاع ميدانيا على ظروف هذه المدارس المزورة، وأيضا من أجل مواكبة المدرسة الجمهورية. بالتالي نحن نحث القائمين على التعليم أنه خيار المدرسة الجمهورية خيار استراتيجي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني وللحكومة وللدولة الموريتانية. فبالتالي هذا الخيار لا رجعة عنه، بالتالي يجب على القائمين على التعليم أن يفهموا جيدا أن المدرسة الجمهورية خيار استراتيجي خيار وطني، وبالتالي يجب عليهم أن يعملوا بإخلاص لله وللوطن. بعدها توجه الوفد إلى مدارس ابتدائية أخرى للوقوف على سير الدروس ومعاينة البنية المدرسية للتأكد من ملائمتها للتوجه الجديد للإصلاح التربوي. الحمد لله هذه السنة
سنة استثنائية، الحمد لله ما في مشاكل إياها على مستوى الولاية بصفة عامة ولا مستوى أكجوجة بصفة خاصة، حيث جميع التلاميذ من السنة الأولى تم تسجيلهم وتم توزيع أيضا الكتاب المدرسي، توفر لله الحمد وموجود حسب مراجعة البرنامج. الطاقم متواجد، ما فيه نقص إلا بعض الشيء في معلمي الفرنسية خاصة. الفصل المدرسي مصدر إشعاع للحمة الاجتماعية، وبه تنبت زهور الوحدة الوطنية ليتنفس الجميع عبقها مستلهما ذكريات لا تنسى منطلقها القسم الدراسي. أحمد محمد الحافظ، قناة الموريتانية، مدينة أكجوجت. احتضنت قاعة الاجتماعات بولاية داخلة نواذيب اليوم اجتماعا موسعا برئاسة والي الولاية السيد ماحي والحامد، ضم المنتخبين وممثلين عن هيئات المجتمع المدني والنقابات العمالية على مستوى الولاية. يأتي هذا الاجتماع الموسع من أجل إشراك الفاعلين وناشطي المجتمع المدني والأطر والمنتخبين في مواكبة الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين أداء القطاعات الحكومية. وخلال الاجتماع تحدث الوالي عن توجه السلطات العمومية المستمر نحو تقريب الإدارة من المواطنين بما يخدم التنمية المحلية للولاية ويساهم في حل المشاكل المطروحة في المجالات الخدمية. وقد استمع الوالي خلال هذا الاجتماع إلى مداخلات المواطنين والمشاكل الجوهرية المطروحة في المجالات الخدمية، مطمئنا الحضور بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها. وفي تصريحه خلال هذا الاجتماع أكد والي داخلة نواذيب أن السلطات تعمل على تقريب الخدمة العمومية من المواطنين وحل مختلف المشاكل المطروحة لهم. عندك السياسة اللي رسم فخامة رئيس الجمهورية، هي اللي إن شاء الله لا ينطبق هون في الولاية، لا إن شاء الله تعود هون إدارة مفتوحة أمام جميع الساكنة لا سيما المجتمع المدني اللي هو اللي واجهة الساكنة، ولا هي تعود إن شاء الله إدارة تعدل بين الناس ومساويتها قدام المرفق العمومي، والدور يشتغلوا على تنمية البلد وعلى الرفع من المستوى المعيشي وعلى خدمة المواطن عموما طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية وبرنامجه وسياسة الحكومة في هذا الميدان. تم في مدينة العيون عاصمة ولاية الحوض الغربي صباح اليوم إتلاف كميات معتبرة من الأدوية المصادرة ضمن التفتيش الأخير الذي قامت به بعثة من وزارة الصحة. وتضم الكميات التي تم حرقها أدوية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، وكميات من الأدوية المخزنة في ظروف غير مناسبة تؤثر على جودة وصلاحية تلك الأدوية. تدخل هذه العملية في إطار سعي السلطات العمومية لمكافحة بيع الأدوية المزورة ومنتهية الصلاحية وفوضوية انتشارها في الأسواق المحلية. جرت عملية الإتلاف بحضور السلطات الجهوية على مستوى مدينة العيون. وقد أدلى حاكم مقاطعة العيون المساعد الحاكم وكالة بتصريح التالي لقناة الموريتانية. اشرفنا اليوم على عملية حرق وإتلاف كميات معتبرة من الأدوية ومختلف المعدات الصيدلية تمت مصادرتها أثر مهمة أجرتها بعثة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للصيدلة يوم 22 نوفمبر 2022. هذه الكمية هي موزعة فيها كميات من الأدوية منتهية الصلاحية نهائيا، وفيها كميات من الأدوية
إما مجهولة المصدر وإما كانت محفوظة بطرق لا تتوافق مع طرق الحفظ المناسبة لهذه الأدوية. ولا شك أن هذه المهمة التي قمنا بها اليوم تندرج في إطار حرص الحكومة ممثلة في فخامة رئيس الجمهورية السيد الرئيس محمد الشيخ الغزواني والحكومة الرشيدة على صحة وسلامة جميع المواد الصيدلية التي تعرض في السوق للمواطنين. يوفر قسم الحالات المستعجلة بمركز الاستطباب الجهوي في مدينة النعمة مجانية خدمات الحالات المستعجلة والإنعاش. يدخل التكفل المجاني لأصحاب الحالات الحرجة ضمن مقاربة قطاع الصحة الهادفة إلى نفاذ المواطنين للخدمات العلاجية. محورية كبيرة يلعبها مركز الاستطباب الجهوي بمدينة النعمة الذي بلغت عدد استشاراته الخارجية للسنة المنصرمة أزيد من 30,000 استشارة. من هنا يشهد قسم الحالات المستعجلة بالمنشأة الصحية الجهوية إقبالا من قبل المواطنين، حركية لا تطول عن المجردة داخل أجنحة القسم الذي يعرف اكتظاظا من طرف مرتادي خلال هذه الفترة من فصول السنة. دور اللي تقوم به الحالات المستعجلة هو استقبال المرضى وتقديم الخدمات لهم بشكل جيد. خدمات مجانية بالنسبة للحالات المستعجلة هون، مجانية كلها مجانية، واللي متوفر هنا عندنا صيدليتين، صيدلية الميسر هذه وصيدلية التابعة للمستشفى، كل خدماتهم مجانية في الحالات المستعجلة. وفي ظل أهميته على درجة الخارطة الصحية المحلية يستقبل يوميا ما بين 50 إلى 60 حالة عبر توسيع وتسهيل النفاذ الترقية الصحية والعلاجية المجانية. مريض دواه دي حق وطاوه عناية داروا دكتور طاو أدروا له فحوصه كامل ما شاء الله لا يمشي علينا ويجوا ما شاء الله. أهم شيء قد شفته معدل في هاي الحالات المستعجلة اللي عد بسرعة إجابة العناصر الطبية مع المريض وتركيزهم أكثر على المريض، إياك إنهم يعطوه كامل وقتهم، إياك على إنه يجبر ذاك الدواء المناسب له في الوقت المناسب. جناح آخر يشمله قسم الحالات المستعجلة ويتعلق الأمر بالعناية المركزة التي يستفيد المحجوزون فيها من مجانية العلاج. دورنا هنا تياهي الحمد لله يجون قسم من الإنعاش كما هو معروف أنه يجيه لها الحالات اللي تعود مريض تعبان تقطع بالله ما شاء الله، والدواء ما شاء الله مجانا متوفر له وفحوصه، والحمد لله يطلعون. عندنا هنا 4 فرق من الممرضين يطلعوا الاثنين الحمد لله وننظفوه ونوكلوه ونقلبوه سرنا هالشي. عندنا الحمد لله هون سنترال الاكسجين اللي تبارك الله متوفر كل شيء، وياسر ما شاء الله من المرضى هون يجينا تبارك الله عود كاتب لمولانا تيسير يجبر عناية مركز. بالنسبة لعلاج المريض الدواء أردناصاته كاملين يقبضهم من عند فارماسيين الطب هنا تياهي مجانا، لا يقبضهم قضوا اي فحص مالي والله ايكوغرافي والله شيء معدله مجانا، قيس لابوراتوري وعدله مجانا ما يخلص فيه شيء سوش. وبذلك تؤمن المنشأة الصحية الجهوية التكفل بالتداوي في غرفة الانعاش لجميع الاشخاص الذين يصلون الى هذه الدرجة الصحية ويحتاجون الى علاجات باهظة التكاليف وذات جودة عالية ضمن استراتيجية قطاع الصحة تعنى بتقريب الخدمات العلاجية وتحسين الظروف الصحية للساكنة. الفاغب للشيباني، قناة الموريتانية، مدينة النعمة. وللمزيد حول هذا الموضوع نضيف مدير مركز الاستطباب الجهوي بالنعمة الطبيب أحمد ولميني. أهلا بكم سيد المدير، ما المعايير المتبعة في أحقية الاستفادة من هذه الخدمات التي تقدم في هذا المركز؟ شكرا. هاي الخدمات الطبية المجانية اللي موجودة في المستشفيات والمراكز الصحية هي داخلة في إطار برنامج السيد الرئيس الموسع أولوياتي على مستوى وزارة الصحة، تتمحور على 3 نقاط أساسية أو 3 مكونات أساسية. مكون الأولى هي مكون الرفع لفاكياسيون، أي مريض جاء لأي مستشفى أو مركز صحي وقالوا الأطباء إن حالته تستدعي الرفع
يتم رفعه مجانا. قبل 5 يناير 2020 كانوا أهل المريض يتكفلوا بذاك النقل على مستوى تعويض الطبيب والسائق وتعويض قزوال السيارة. الآن الرفع مجاني، أي مريض حالته تتطلب الرفع للمستشفى أو العاصمة يتم رفعه مجانا. المكونة الثانية هي مكونة تكلفة الجزافية للمرأة الحامل. أي مرأة ثبت عندها حمل بإمكانها تقيس أقرب مركز صحي في مقاطعة أو بلدية وتقطع كرنة بسعر رمزي 4000، وهذه الدفتر أو الكرنة تابع لها جميع فترة الحمل 9 أشهر، جميع الفحوص ليكوغرافي تلفزة حتى لا قدر الله احتاجت عملية قيصرية تعدلها عليها. المكونة الثالثة هي مكونة الحجز في مصلحة الإنعاش العناية المركزة. أي مريض حالته تستدعي أنه يتم حجزه في الإنعاش العناية المركزة من الساعة اللي ينحجز فيها أهله ما تلاقوا يزق له شيء، مع العلم أن الأدوية في مصلحة الإنعاش أدوية باهظة الثمن، قالية الثمن. طيب نعم. السيد أحمد والميني مدير الاستباب الجهوي بالنعمة، شكرا جزيلا لك، حدثنا في هذه النشرة. توفر وحدة تصفية الكلى بمركز الاستطباب الجهوي بمدينة كيهيدي خدمات التكفل المجاني لعلاج مرضى الفشل الكلوي. ويتابع قطاع العمل الاجتماعي وضعية المرضى في ظل اهتمام بتحسين أوضاعهم المعيشية والصحية. جانب آخر من جوانب الدعم الاجتماعي للفئات المتعففة والذي يتعزز بإجراءات جديدة تستهدف تقريب الخدمات الصحية للمواطنين، مرضى الفشل الكلوي في ولاية غرغل يمثلون أحد أوجه هذا الاهتمام، حيث يتم التكفل بهم 100% مع إقرار مجانية الأدوية التي كان المريض يشتريها بأسعار باهظة، مع تقديم دعم مالي شهري لأصحاب التصفية الذين من بينهم المرضى من ولايات المجاورة لغرغل. أنا نجي من بقة، نجي الاثنين والخميس، نجي وانا نصفي والحمد لله ما شاء الله ما تلقى الحمد لله ماشي خير، الحمد لله جزاهم الله بخير، دائما ما شاء الله عليهم اللي نصفي هون ما عندي اي مشكله الحمد لله. اسمع الله لاني جابر ياسر من يالتي ود البلد اللي نصفي بها هون بعيد وتولية ولاية جبرنا بوك ذيك تصفيه ماكينه والله انتين والله لهذا نختاره السيد الرئيس وشاكرينك حتى الافاده اللي تمشينا لحقتنا الحمد لله جزاهم الله بخير ما نم باخذنا في اشياء وشم قيمه بفوق بنهايه ما شاء الله. نتلقى هنا حصص التصفيه بشكل منتظم ونشكر الطاقم الطبي على العنايه التي نحظى بها وكذلك مختلف القطاعات الحكوميه التي تقدم لنا الدعم والمؤازره. ما شاء الله ما عندهم مشكلة، أنا تبارك الله طبنا ما عندهم مشكلة وحالتنا هون الحمد لله جيد، ما شاء الله ما عندنا مشكلة الحمد لله. قطاع العمل الاجتماعي يعد من أهم القطاعات الحكومية التي تتولى دعم ومؤازرة مرضى الفشل الكلوي، مع تقديم معونات مالية منتظمة إضافة إلى التنسيق مع المستشفيات الجهوية من أجل انتظام حصص التصفية المقدمة للمرضى. نختار نقول عن هذه الفئة الحمد لله لأنها تتلقى كثير من البرامج الأساسية، منها التكفل التام بالتصفية ومنها الإعانات اللي تنعطاها سنويا من أجل التخفيف من وطأة المشاكل الاقتصادية والمشاكل اللي تعاني منها. ويمثل التكفل المجاني بمرضى الفشل الكلوي محورا مهما من محاور التدخلات الاجتماعية التي قامت بها الدولة تنفيذا لتعهدات رئيس الجمهورية التي تعطي حيزا كبيرا للعناية بالفئات المتعففة وتحسين أوضاعها الصحية والاجتماعية. محمد علي سالك لقناة الموريتانية مدينة كيهيدي. في مدينة زوارات تنتشر مزارع الخضروات في عدة أحياء من المدينة وسط اهتمام من السكان بالمجال الزراعي. وأمام هذه الوضعية تقوم المندوبية الجهوية للزراعة في ولاية تير الزمور بمرافقة المزارعين بالتأطير والدعم اللازمين.
تكثر المزارع في عدة مناطق من مدينة سوالات، وقد بدأ بعضها في جني المحاصيل الزراعية من الخضروات. هنا في هذه المنطقة الزراعية تنشط تعاونيات عديدة في المجال، وهذا ينقال له مشروع العليات، همهم فيه حراثة وهمهم فيه شيء صالح وهمهم يحرثوا ويخدموا ويدوروا حد يعاونهم. عندنا مشاكل الشبيك، نبقوا الشبيك يحوطنا مشروعنا ذا كامل، ونبقوا التعاونيات الماء اللي نبقوه نقبل الماء ينزاد لنا. أما لك سمعتوا هذا المشروع نبقوه ينقلق لنا بالشبيك يعود معلوم، ويجونا مسامير معلومين ويقلق لنا ذا الشبيك، يقلق لنا ذا المشروع العلياتنا ما تتخشوا عنزو ولا شيء ولا حمار ولا شيء اسود. شنو هو منطقة ينقال لها فنيف، و واكبنته توجه الرئيس، مواكبة ديك توجهات دولته والمندوبية بقى جزاها الله خير ما قصرت، قاعدة تساعد به كاملة، ساعدت به من الآلاء. هذا المرشد الزراعي يجينا هون يوميا، وإلى ما جاء يوميا يقدع عن نهار يجي نهار آخر ويعطينا التعليمات ويعطينا البذور الأسمدة ويعطينا مبيدات الحسرات دي أرشاد باط الزراعي تبارك الله كاملة مواكبون. أمام انتشار المزارع واهتمام السكان بها، بات من اللازم أن يرافق المزارع بالتأطير الكافي والتوجيه الضروري للوصول لنتائج مرضية. الزراعة في ولاية الزمور معروف عن ولاية الزمور ولاية معدنية، لأن أيضا لديها خصوصية أخرى وهي خصوصية التربة واستعداد السكان وارتباطهم الروحي بالزراعة، ما جعل المساحة الزراعية وإن كانت قليلة فهي أيضا مهمة. بالنسبة لزراعة الخضروات قامت المندوبية دعامة المزارعين بالمدخلات الزراعية وبالبذور، حوالي 60 كيلوغرام من بذور كل الأصناف، من طماطم ومن جزر ومن لفت ومن سمندر يعني بتراف، كل الأنواع تم توزيعها بالإضافة إلى 5 أطوان من البطاطس هذه السنة. مفتشية الزراعة في المقاطعة التابعة لمندوبية الزراعة تقوم بزيارات ميدانية لمتابعة وإرشاد المزارعين. نحن نقوم بزيارات كل 15 يوم للمزارعين، نقوم بإرشادهم، نقوم بإعطائهم المعلومات الخاصة بإرشاد. وعلى سبيل المثال هذه التعاون في ذلك حالا، هذا من بدايته لنهايته أقوم بإرشاده. الاهتمام بالزراعة والاستثمار في ميدانها سينعكس بشكل إيجابي في توفير الاكتفاء الذاتي والإسهام في الوصول إلى مرحلة الأمن الغذائي، لكنه يستدعي مشاركة جميع الفاعلين في الميدان. لقناة الموريتانية، محمد البلال، مدينة زوالات. معنا من مدينة زوالات المندوب الجهوي للزراعة في ولاية الزمور السيد المختار والأحمد جكنا. أهلا وسهلا بك معنا سيد المندوب، حدثنا عن نتائج زراعة الخضروات على مستوى هذه الولاية وعن أبرز التحديات التي تواجه هذه المساعي. شكرا على الاستضافة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير. شكرا على الاستضافة. زراعة الخضروات في مقاطعة زوالات وفي تير الزمور بصفة عامة تكتسي أهمية كبيرة عند المواطنين، حيث أن جل المواطنين هنا يعتمدون في مصادرهم في دخل مصادرهم على هذه الزراعة. والزراعة الآن في أطوار متقدمة، زراعة الخضروات في أطوار متقدمة، حيث أن هناك بعض المزارع بدأت في الحصاد مثل بطحة الصبط التي بدأت في حصاد بعض الأصناف مثل نافة وبتراف، وكذلك مزرعة كوريا التي هي الأخرى بدأت في حصاد الطماطم والكاروت والباذنجان والأوبرجين الحمد لله. ايضا مزرعه بير مقرن هي الاخرى بدات في حصاد الكاروت. يمكن نقول بان زراعه الخضروات في تير الزمور بصفه عامه في مراحل متقدمه ما بين الحصاد والنضج، نضج الثمار. ماذا عن طبيعه الدعم الذي تقدمه المندوبيه لهؤلاء المزارعين؟
المندوبيه في تير الزمور على غرار جميع المندوبيات في الوطن تقوم بدعم المزارعين عن طريق توزيع المدخلات الزراعيه بما فيه البذور والمعدات الزراعيه والمبيدات الحشريه. وفي هذا المجال قدمت المندوبيه 60 كيلوغرام من البذور وما يزيد على 1000 من كل انواع المعدات الزراعيه. ايضا تقوم المندوبيه بدعم المزارعين بالتأطير بمواكبتهم في حقولهم، حيث تقوم بزيارات ميدانية كل أسبوع أو كل نصف شهر وتواكب المزارعين من مرحلة البذر حتى مرحلة الحصاد. وأشير هنا إلى أن المندوبية نظمت يوم تشاوري في اليوم السابع من هذا الشهر. في ولاية تير الزمور، شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا في هذه النشرة. إلى ولاية العصابة وبالتحديد قرية توايا، حيث بدأ المزارعون منذ فترة زراعة فصل الشتاء المعروف محليا بالكلة. وتستفيد من هذا المجال الزراعي عشرات الأسر التي توفر أو يوفر لها مردودية اقتصادية مهمة. قرية وايا شرقي مدينة كيفا تعد إحدى القرى الريفية التابعة لمقاطعة كيفا النشطة في مجال الزراعة بشكل عام، خاصة الزراعة في فصل الشتاء أو الكلة كما يسميها السكان. وشهد هذا الصنف من الزراعة في المنطقة حركية معتبرة في مجال الحبوب كالزرع واللوبيا، اللذين يتحدث المزارعون عن توقعاتهم المبشرة حول إنتاجهم لهذا العام. تحريس الكلة هاي كلة وقايحنها لا زينة. أنا عام أول عام لوي عام كورونا حارثة هون راي منها 650 ومشيت بشي من وارتها واستفيت منه، بعته وبعت شي من هذا اللقان. العاميين يعطيهم يعني يسلك من الحيوان يدور يعود فيه استفادة زينة بيدي هذا اللقان ياسر، ومكة ياسر، والأكواس ياسر، ومجيرة ياسر، والزرع ياسر. يعني يعطيه مولانا اللي يسلك من الحيوان دو يخلق منه منتوج زين. كنا ندور نعود غركه قريب من شهرين زياده، احنا واحدين في هذه الحريثه اللي هي هذا الزرع هون لين نحصده. الدوره تجيني من 2000 من الزرع، 2000 مد من الزرع. وذا لقينا معامل انا لا سعد فيه الميمون كامل وسلكهم الحيوان، احنا ما عندنا، احنا عندنا ذا الحيوان، احنا بعد جهدنا هيسينا فيه مجهوداتنا. ذاك الله يخلق ما نعرف انه بعد معاملان لا سلكم ولا انا، ويقد هذا دلقان اللي هو تقد تحصل منه 400 ل 500 مد من ذا دلقان اللي هو. وذا العام قايلين هم اعلنوا انه يشبه تحصيل ذا العام، اعلن المده انه مده دلقان به 3500، لا طالب عاد طال له نعطوه 3000 ولا نعطوه 2000. ويتابع القائمون على الاتحادات المهتمه بمجال الزراعه في ولايه العصابه الحمله الزراعيه هذا الموسم. أتوقع إن شاء الله أن العام ده تعود فيه حصاد كبير، وهذا على شهود مد ما همتان عدل قدت على شهود تعدل. هذا عمل يذكر فيشكر، ويا الله كاملين ندعموه ونشيدوا به ونثمنوه، لأنهم لباوا نداء رئيس الجمهورية من منطقة القراية اللي ملفت في الانتباه أن هذه المزرعة لها قهر ذي الأرض بحيث أنها قادرة تصدر، ومع ذلك قهروه لين عادوا عدلوا ذي المزرعة اللي أنا بت تبارك الله وسع ساحتها ومساحتها. هو أنهم بعض البلايدات يحول بين معاهم أصدار لين يشوفوا هي نقولوا لحد هذه هي الليلة، معناها أنهم اللي عدلوا عمل شبار. وتنشط حوالي 30 عائلة من سكان هذه القرية في مجال الزراعة، نابذين الكسل وأكيدين الإقبال الكبير الذي شهدته من قبل سكان الولاية بعد التوجه الجديد من الحكومة لدعم هذا المجال الحيوي. الشيخ الحميدي، الموريتانية، قرية وايا، ضواحي مدينة كيفا. نظمت اتحادية حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل بولاية داخلة وذيبو مساء أمس
تظاهرة سياسية جماهيرية تحت عنوان نجدد العهد ونكسب الرهان. تميزت هذه التظاهرة بحضور جماهيري غفير من مناضلي ومناضلات ومنتسبي حزب تواصل، ويهدف الحزب من خلال هذه التظاهرة إلى لقاء قواعده الشعبية وتعبئتها من أجل التسجيل على اللوائح الانتخابية تحضيرا للانتخابات البلدية والنيابية والجهوية المقبلة. وقد تناول المتداخلون في هذا المهرجان الأوضاع العامة لمدينة وادبو، موجهين قواعدهم الشعبية إلى السعي خلال الاستحقاقات المقبلة لكسب الرهان. وقد أكد الاتحادي الجهوي للحزب في كلمته على ضرورة تحسين الخدمات والحد من الارتفاع المتواصل في الأسعار. يأتي هذا المهرجان وولاية داخلة وادبو عموما ومقاطعة وادبو بالخصوص تعرف ظروفا معيشية واجتماعية صعبة، ارتفاعا جنونيا للأسعار وخاصة المواد الأساسية والمحروقات، وترديا مستمرا في الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والماء والكهرباء والبنية التحتية. ويعرف فيه قطاع الصيد الذي هو شريان المدينة القوي، يعرف هذا القطاع فوضى حقيقية مناسبة نعلن فيها أن قد حان وقت التغيير. لقد حان وقت التغيير، حان وقت تحمل المسؤولية، حان وقت العمل الجاد المتواصل، وذلك من خلال 1- المبادرة بالتسجيل على اللائحة الانتخابية وتعبئة الأنصار والمقربين للتسجيل. 2- التوعية بحتمية التغيير، التوعية بحتمية التغيير لتحسين ظروف المواطن، وذلك باختيار الأفضل والأكثر لخدمة هذا الوطن. 3- الالتفاف حول خيارات تواصل والذي يمثل حاليا أمل الشعب في الإصلاح الجاد والتغيير إلى الأفضل. نهاية النشرة، إلى العناوين. متابعة لسير العملية التربوية، وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي يجتمع بالمديرين الجهويين والفاعلين في قطاع التهذيب. وفد من المملكة الإسبانية يؤدي زيارة لبلادنا ويعقد سلسلة اجتماعات مع عدد من أعضاء الحكومة. اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تنظم دورة تكوينية لصالح هيئاتها المشرفة على التحضير للانتخابات المقبلة. نهاية النشرة، إلى اللقاء.